رجعنا لكم في موجة رمضان. ملا جو انه خير من الحاضرة والله العظيم، كضربت البندير هذيك كل طقك تخمر فتحية وحدة مرتي تخمر توصفها فتحية جو عاد كل هكا هكا كل هكا معاها فيبراسيون ضربت البندير. انا قلت لك تحسها تضرب في الراس خلاص تعطيك التخميرة نتاع تم وكل كانون والعجاجي بما انكم مخمرين نخمر نزيد نخمركم بالماكلة بالخميرة نحطكم الخميرة نخمركم. اليوم يا سيدك يا بن سيدك نساعة خلنا نعطيو محمد شريف فرصة مخنيخة خذيت فرصتك نجم ناخذ فرصتك نعاودوها ولا مش لازم من بعد حسيت فتحية أيوة. وأسامة تحبوا البطبوط؟ البطبوط يحب البطبوط جميلة منك مش خايف لا لا حلوة 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 البطبوط لازمه 250 غرام سميد مقادير اللي عندك اليوم لا لا تقدم مرة قلت لك تلم انت ما راكش ياسك للهاوية قدم مرة نصح ليك وقلنا لك تلم 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 نافع ربي به المطبوط لازمه 250 غرام سميد 100 غرام فرينة مغرفة خميرة خبز رشة ملح ماء دافي نخلطوهم بالكداب لين يوليو عجينة ونخليوهم نص ساعة يرتاحوا من بعد نحلو بالقلقال بيان سور عجينة كبيرة ونفرموهم بالكاس ناخذوا أي فورمة تحبوا عليها نعملوا دور دور نخليهم يرتاحوا نص ساعة أخرى ومن بعد نطيبوهم على مقلة. أنت ديجا السيركل هذيك إسو في حطيتها على المقلة بيان سور مش مقلة فيها الزيت راه مقلة شايحة إسو في حطيناها هي باش تنفج أوتوماتيكمون وتولي فارغة من الوسط هذاك هو المطبوط الأصلي اللي من بعد نجمو نحلوه نحطو في وسطو هريسة شوية ليتو شوية تون شوية زيتون من أبن الحاجات اللي تنجمو تاكلوها بعد الفريكاسي بيان سور هي المطبوط. يا شنو السر في العجينة اللي خلاها باش من بعد تجينا الكعبة مفيشة؟ السر في أنه بعد ما نعجنوش نخليوها نص ساعة بعد ما نحلوها ونعملوا كل سيركل هذوكم باش نعاودوا نخليوها نص ساعه اخرى ترتاح مع في قالب بعض وقداش تطيب ساعه الكل في الكل ساعه اما مقسمين نص ساعه راحت العجينه بعد تتفورم بعد ما تفورمت ترتاح نص ساعه اخرى وقتها ما عادش تمسها جمله انت لا بقى القالب حتى شيء اوتوماتيكمون تحطها فوق المقله هي تنفج على قد درت معناتها باش تكون كبرى على قد درت الكاس خليها هكاك ما تجيش تحلها بيبي لا تحل جاتك ديفورمي تخليها هكاك ما تمسيش هي من بعديك تعمل منظر مزيان وحده في المقل ومن بعد نبدعوا عاد 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 عموا بحركم عاد هكاك اللي تحبوا امانه لما حل البطبوط ما نحبوش في وسطو الهريسه بنين برشا كي معناها تكون الكوش الاولانيه يا اما مايونيز يا اما زبده يا اما زبده يا اما مايونيز في بلاصه الهريسه وتكمل تحط الباقي كله كالتون والزيتون وضربه كبار وشويه ليتو وشويه عظم بصمه هذا الكل شي يهزوا لا لا يهزوا يهزوا قداش عامل دور كاس باهي حتى انت عامله دور كاس تي ما عامل دور كاس كبير كاس باهي باش يكون لا يرفع مو نكته نكته بطبوط يهز بطبوط يهز سينا باش نتعدي لكم نعرفش اسكو تعرفوا الزريقه ولا لا الزريقة حلوة ديسير حلو اسمه الزريقة هو يكون كيما يشبه معناها ناخذ كاس مزيان كيما الكريمة أما معاها صويبة نتاع بريك محشين هكا نغطسوهم في وسط الكريمة يتزينوا معناها بنين عاملة هذه تونسية ولا أي 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 معناها من جنوب جنوب التونسي الزريقة معروفة من أبن ومن أبن وأسخم لديسير معناها اللي تنجم تعملهم دونك للمكانة تاع الزريقة لازمنا إترا حليب عليهم أربع مغارف نشاي توش نحضروا الكريمة إترا حليب أربع مغارف نشاي مقادير عندك الدفي من غير ما تزيد خلي هو لا هو الدفي خذيت وخذيت المشكلة وين على كل كلمة مقادير نزيدوا نهار أنا في الدفي مش نزيد زاد الدفي غدوة بعد غدوة اقعد هكاك كامل هكاك كامل هكاك دونك اترى مالا كان نقول تاريخ التحضير جمعة كام لا عندك جمعتين منا لغير رمضان اترى حليب عليهم أربع مغارف نشاي أربع مغارف سكر السكر كل قدير وقدر وش قالوا زي ما حسب الرغبة بيان سور زوز أصفر عظم كيس صغير عطر شيء نحركوهم في البيرت قبل ما نحطوهم على النار لين يتحلى كنشاب لكدا ما نخليهمش بالكعابر قبل ما نحطوهم على النار ونزيدوهم بيان سور الاصفر نتاع العظم نحطوهم على النار ونقعدوا نطيبوا لين تولي كريمه متماسك نحطوا كل كريمه على جنب ناخذوا 200 غرام لوز نعرجوه نرحيوه نزيدوهم غرفه نتاع ماكله سكر محور
ومغرفه نتاع ماكله عطرشيه. عارف انت العطرشيه كي تزيد اللوز شنو تنجم تعطي ريحه. نلموهم بالاطراف نتاع الصوابع وناخذ ورقه الملصوقه نقصوها بالطول على ثلاثه ونحطوا في وسط هذيك العجينه نتاع اللوز اللي عملناها ونعملوا بها الصوابع نبرموهم معناها الصوابع هذوكم نقليوهم في الزيت ومن بعديك ناخذوا الكيس المزيان نتاعنا نوقفوا فيه كعبات البريك اي وما يكونوا جويد راه مش خشين هكا كعبه البريك جويدات نحطوا مثلا في كل كيس ثلاثه ولا زوز صوابع مش ورقه كامله نتاع بريك لا احنا باش نقسموه على ثلاثه ولا على اربعه فهمت بالطول نحطوا في وسطه مثلا زوز والا ثلاثه ونصبوا معها الكريمه ونعملوا من فوق اما رشه لوز اما رشه اي فاكهه عندكم بنينه ياسر سورتو كي تبدا تاكل فيها وتغطسك البريكه في وسط الكريمه وتقدم. هذه ذكرتني بالثم ثم زاده كيف حاجه هكا حلوه ولا ديسير لهنا في نابل معروفه نعملوها بريكة حليب نعيطولها اي منعشك اللي تبدا بيضه هايكي كيما الكريم شانتيه في تبدا تبدا يعملوها معروفه في نابل في رمضان برشا يركضوها ويعملوا فيها كيف كيف زاد عصا منا ومنا حاجه هذيك هي الزريقه بغامو تحكي عليها انت اما عندك فوالا الكورديانه هكا الكورديانه الكورديانه هذيك اللي نعملوا بها الملبس كورديانه المهم ثم عادات في بلايص في نابل معناها تتعمل هكا تتركض بالكدا وتتحط في صحفه وكل العادات والتقاليد نتخيل في المنظر يشبه لها في المنظر اما هذه بنينه بنا 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 ظاهره بالله كانت هذه مخميختي اليوم صح برشا الناس الكل مخميخه سيلونسيو اسامه مقادير اي زي مقادير